الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن قرآن الفجر كان مشهودا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي ننقله لكم من بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نحييكم تحية طيبة مباركة من مسجد القصبي بقرية نشا التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت فضيلة العلم القرآني المعروف فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. ثم نتبع هذه التلاوة الطيبة المباركة بفاصل من الأدعية والابتهالات الدينية لفضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد صابر، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. أيها الإخوة المؤمنون، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وهناك إنسان دائما لسانه يلهج بذكر الله عز وجل، وهناك إنسان أيضا ينسى ذكر الله عز وجل، هناك إنسان يغتاب الناس، وهناك إنسان يقطر لسانه شهدا دائما. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن يكون لساننا دائما رطبا بذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن ذكر الله هو الذي يشفي قلوبنا، وأنتم جميعا تعلمون هذا، أن كل إنسان يذكر الله تبارك وتعالى يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع خير الحديث وأعذب الكلام، مع كلام الله عز وجل وهذه التلاوة الطيبة العطرة المباركة بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.
One night.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، خاصة إذا تلي هذا الكتاب المبين وإذا تليت هذه الآيات الطيبات المباركات بصوت عذب شجي نقي ندي كصوت مولانا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أصبح ابن آدم
فإن الأعضاء كلها تخضع للسان، تقول يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينهانا وينهى كل مسلم على وجه الأرض، ينهى كل مسلم على مدى التاريخ، ينهى كل مسلم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يوم القيامة، ينهانا جميعا عن الغيبة والنميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقد قسم العلماء الغيبة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع، وسموها ثلاثة تسميات. يعني بعض العلماء يسمي الغيبة بنفس المعنى، وهي أن تقول في أخيك ما يكره. الغيبة أن تقول في أخيك ما يكره. وهناك الإفك، وهو أن تنقل ما قيل لك عن أخيك لكنه يكرهه أيضا. والبهتان هو أن تقول في أخيك ما ليس فيه. والغيبة نعوذ بالله منها جميعا، ونحذر منها جميعا أيها الإخوة المؤمنون. لابد أن نحذر من الغيبة، لابد أن نمسك لساننا، لأن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول؟ سيدنا معاذ ابن جبل، حتى نحذر الغيبة أيها الإخوة المؤمنون. سيدنا معاذ ابن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فيرد عليه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نعوذ بالله من الغيبة والنميمة، ونسأل الله أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا بذكره. الآن نترك حضراتكم مع هذا الفاصل من الأدعية والابتهالات الدينية وفضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد صابر، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون، وما زلنا ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد القصبي بقرية نشا التابعة لنبروه بمحافظة الدقهلية. لا إله Oh.
احفظ بلادنا من كل مكر وسوء يا اكرم الاكرمين يا رب. محب الله لا تؤويه دار ويكره أن يكون له ديار. محب الله لا تؤويه دار ويكره صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار. محب لا إلهي ما رجائي منك دار ولا شجر تزينه الثمار. إلهي ما رجائي منك دار ولا شجر تزينه الثمار ولكن وجهك الباقي رجائي ولكن وجهك الباقي رجائي به فن ففي سيدي يا رسول الله سلوا الأحباب سلوا الأحباب سلوا الأحباب عن حب النبي.
في ظلام الليل الطاول وعما يغضب الرحمن تابوا جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا ناشر الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.